أنشئت دارة الملك عبد العزيز في الخامس من شهر شعبان لعام 1392 للهجرة لتحقيق أهداف جاء في مقدمتها توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، والتي تأتي المخطوطات في مقدمتها: سعت دارة الملك عبد العزيز لجمع أكبر قدر ممكن من المخطوطات المحلية لتكون مرجعاً للباحثين، ومن ذلك الحصول على مخطوطات موجودة لدى الأسر والأفراد، وكثير منها يعد من المخطوطات الوقفية، ما استدعت دارة لاستفتاء سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء بذلك الشأن، حيث صدرت الفتوى بأنه يجوز نقل المكتبات الموقوفة إلى دارة الملك عبد العزيز وفق ضوابط وشروط معينة، مما أتاح إنقاذ المئات من المخطوطات الموقوفة في أماكن لا تصلح للحفظ، وكان القائمون عليها مترددين في تسليمها للدارة لأنها من الأوقاف، ومع ذلك يرغبون في حفظها والعناية بها في مكان لائق. أنشئ مركز المخطوطات المحلية في دارة الملك عبد العزيز من أجل الحفاظ على المخطوطات والعناية بها وإتاحتها للباحثين والمهتمين وإبراز جوانب من الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية، مع زيادة الوعي المعرفي بالمخطوطات وأساليب المحافظة عليها والعناية بها. كما يعمل المركز على إنشاء قاعدة معلومات حاسوبية تفصيلية لفهرسة المخطوطات. أنشئ مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية للحفاظ على المخطوطات والوثائق ومعالجتها بأحدث الأساليب العلمية، وزود بأحدث المعدات والأجهزة الدقيقة في مجال الوثائق والمخطوطات، والتي تقدم خدماتها للجهات الحكومية والأهلية والأفراد، كما يقدم الدورات التخصصية في مجالاته ودورات في كشف التزوير في الوثائق والمخطوطات. أولت دارة الملك عبد العزيز دراسة وتحقيق ونشر التراث المخطوط جانباً مهماً من نشاطها في مجالات البحوث والنشر، حيث نشرت أكثر من 20 مؤلفاً تتضمن دراسات علمية متخصصة عن المخطوطات. كما تساهم مجلة الدارة بنشر العديد من البحوث العلمية المحكمة عن التراث الوطني المخطوط. كل هذه الإنجازات وغيرها الكثير لم يكن لها أن تتحقق لولا فضل الله، الذي هيأ لدارة الملك عبد العزيز الدعم المتواصل والعناية الدائمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الدارة وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، لتنطلق إلى آفاق أرحب من الإنجاز والنجاح في خدمة التراث التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية.